فحقيقة رأيناه ما يثلج الصدور ويفرح القلوب ويعطي أملا أن الله سبحانه وتعالى يعني أراد لهذه الأمة خيرا. يا من كللتم أنوارا وكسيتم حلال الرضوان، طبتم ويطيب بكم ملقى، أهلا بشموس الإيمان. يا من كللتم أنوارا وكسيتم حلال الرضوان. ولا يعني تساعدني الكلمات أن أعبر ما أجده من فرح وسرور وابتهاج لما رأيته في هذا المخيم وفي هذا الاجتماع المبارك لهؤلاء الفتية الذين أتوا من كل مكان. بشراكم أهل القرآن. أنتم الآن ما شاء الله أتيتم من بلدان شتى واجتمعتم في بيت من بيوت الله، تتلون كتاب الله، تتدارسونه فيما بينكم، الجوائز العظمى التي تتحصلون عليها من الأمور الغيبية عظيمة جدا، عظيمة الله جدا. يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. أهلا بشموس الإيمان. هذه الثمار التي نراها ومنها هذا المخيم الذي نحن فيه الآن يعني يدل على أن الله تعالى قبل هذا العمل. نرجو الله تبارك وتعالى أن يزيد من جهودي وعزمي القائمين على هذه الدار أن ينيلهم مرادهم إن شاء الله، ولا شك أن مرادهم أن ينتشر هذا القرآن وهذه السنة إلى أنحاء العالم كله بإذن الله. بشراكم أهل القرآن.